إلا على المشغول الكامل أو النصف المشغول. دكتور إبراهيم، قرينا كام يوم اللي فاتوا إنه في تفكير اللي هو الدعم العيني يبقى نقدي، هل في أي تفكير في هذا الأمر اللي هو دعم السلع التموينية؟ لا بالمرة. أنت عارف فكر التحول من الدعم من شكل إلى آخر دائما على مائدة الحكومات المختلفة، إنما مهم جدا جدا عشان تنتقل من نظام إلى آخر لازم يكون أحوال السوق مواتية. فبالفم المليان بقول ليس هناك تفكير في هذه الفترة للتحول من شكل الدعم القائم إلى دعم نقدي بالمرة قولا واحدا. وإنه وبطاقة التموين باقية. وبطاقة التموين باقية بنفس القيمة اللي هي 50 جنيه، وبأكرر من عبر المنبر بتاع حضرتك وإن سعر رغيف الخبز 5 قروش. طيب احنا جالنا دلوقتي اخبار من الجمارك انه القرار فعلا بدا تطبيقه يوم الخميس، وانه الاخبار اللي اتنشرت دي النهارده هي اخبار قديمه، وانه الناس بتدخل بالدهب بتاعها، فجالنا دلوقتي تاكيد من الجمارك. يبقى زي ما قلت لحضرتك ان هو القرار بدا تنفيذه منذ اعلانه في الجريده الرسميه يوم الخميس الماضي. بس يعني برضو نفهم يعني الايام القادمه الحد الاقصى الليميت تدخل قد ايه، يعني كل الحواديت دي. عمرو بيه دايما لما بيطلع قرار بيبقى له تكمله عشان بتبص للممارسات على الارض والتطبيقات شكلها عمل ازاي، لان في ناس طبعا هتسيء استخدام هذا. انا ليا كم مره دخل دهب، هل هيتختم على الباسبور بتاعي ان انا دخلت دهب مره ما ينفعش ادخل تاني؟